الرحمن الرحيم، حصة الرياضيات طلبة الصف الرابع. اليوم إن شاء الله يا رابع رح نحل أسئلة أتدرب صفحة 51. نبدأ في الجزء الأول من الأسئلة، أحول الأعداد العشرية إلى أعداد كسرية في أبسط صورة والعكس في كل مما يأتي. طبعا نبدأ في رقم 1، عندي 25.2، حكينا الخمسة وعشرين هي عدد كلي، إشارة الفاصلة العشرية، الفاصلة العشرية بحولها لإشارة كسر، الاثنان في البسط، بما إنه في عندي جزء واحد في منطقة الأجزاء، إذا المقام 10. الآن بما إنه البسط عدد زوجي والمقام عدد زوجي، راح أقسمهم على اثنان لكتابة الكسر بأبسط صورة. بننزل الخمسة وعشرين، اثنين تقسيم اثنين 1، 10 تقسيم 2 5. وجود الخمسة دليل على انه الكسر مكتوب بأبسط صورة. رقم 2، 53.7 تساوي 53 هي العد الكلي. بدل الفاصل العشرية نحط إشارة الكسر. البسط هو الأجزاء، بما انه في عندي جزئين إذا على 100. السبعة والمية من مضاعفات الواحد، فالكسر مكتوب بأبسط صورة 53.7. رقم 3، 7.52 يساوي، هاي السبعة عدد صحيح، الفاصل العشرية بتحول إلى إشارة الكسر، البسط هي منطقة الأجزاء 52، بما إنه أنا في عندي جزئين إذا المقام 100. الآن البسط عدد زوجي والمقام أيضا عدد زوجي، فمنقسم على 2، فبصير عندي 7/52 تقسيم 2. راح نستخدم الخوارزمية، 52/2، الرقم اللي بضربه في 2 بعطيني 5 أو أقل هو 2، 2 × 2 = 4، 5 ناقص 4 = 1، بننزل الاثنين تساعدها 12، الرقم اللي بضربه في 2 بعطيني 12 6، 6 × 2 = 12، 12 ناقص 12 = 0، إذا الجواب 26. 1/2 لا يجوز، بيساعد الواحد الصفر فبتصير 10، 10/2 = 5، بضل عندي هذا الصفر بينزل. البسط عدد زوجي والمقام عدد زوجي، المسألة ما انتهت، برجع أقسمها كمان مرة على 2، السبعة بتنزل. الآن 2/2 = 1، 6/2 = 3، 50/2 = 25، يصبح الناتج 7 و13/25، 13 و25 من مضاعفات الواحد، فالمسألة منتهية. الآن عندي عدد كسري بدي أحوله إلى كسر عشري، حكينا المقام لازم يكون يا 10 يا 100، إذا كان المقام 2 بنضربه في 5، فرح نضرب البسط والمقام في العدد 5، يساوي 2 صحيح و5 × 1 = 5، 5 × 2 = 10. الآن نقدر نكتب على صورة كسر عشري، بننزل الاثنين بنحط فاصلة عشرية، المقام 10 فبناخذ البسط زي ما هو، فبصير 2.5. رقم 4، المقام 50، إذا كان المقام 50 نضربه في 2، فرح نضرب البسط والمقام في العند 2، تساوي الأربعة بتنزل، 8/2 = 16، 50/2 = 100. الآن بقدر أكتبها على صورة كسر عشري، بننزل الأربعة بنحط الفاصلة العشرية، المقام 100 مكون من منزلتين البسط، فمننزله كما هو، فبصير 4.16. رقم 9، طبعا هون ما في عندي مشكلة لأنه أصلا المقام 100، فبنزل التسعة بنحط فاصلة عشرية، المقام 100 والبسط مكون من منزلتين، بنزل البسط كما هو، فبصير 9.61. رقم 7، 2.7/20، إذا كان المقام 20
نضربه في خمسة، فرح نضرب البسط والمقام في خمسة. مننزل الاثنين، سبعة في خمسة 35، 20 في خمسة 100. مننزل الاثنين، منحط الفاصلة العشرية. الآن المقام 100 والبسط مكون من منزلتين، بنزل البسط فبتصير 2.35. رقم 8، 1 و2 على 5. إذا كان المقام 5 نضربه في 2، فنحن نضرب البسط والمقام في 2 تساوي 1 بينزل 2 ضرب 2 4، 5 ضرب 2 10. بما أن المقام 10 بنحكي 1 فاصلة، المقام 10 من نزل البسط كما هو 1.4. المسألة رقم 9، 6 و3/4. إذا كان المقام 4 نضربه في 25، فرح نضرب البسط والمقام في العدد 25. 6 3 × 5 15، 5 و1 باليد، 3 × 2 6 و1 7. 4 ضرب 25 100. بما أن المقام 100 مننزل العد الكلي، بنحط الفاصلة العشرية. المقام 100 والبسط مكون من منزلتين، بنحط العد 75، فبصير 6.75. السؤال العاشر، أصل بخط بين الكسور العشرية والكسور العادية المساوية لها. طبعا هذه هي الكسور العشرية وهنا الكسور العادية. لحل هذا السؤال يا رابع، الأسهل إني أبلش من الكسور العادية. دائما دائما يا رابع، إذا كان البسط بيحتوي على أصفار والمقام بيحتوي على أصفار، شو بنعمل؟ بنشطب الأصفار. يعني هون أنا في عندي صفرين، بشطب هدول الصفرين مع هدول الصفرين، فشو بضل عندي؟ 2 على 1. 2 على 1 هاي شو بتساوي؟ 2. إذا كان البسط في أصفار والمقام في أصفار، بنشطب نفس العدد من الأصفار، فبنشطب هدول الصفرين مع هدول الصفرين، 2 تقسيم 1 2. إذا 200 على 1 هاي جوابها 2. نيجي للمسألة الثانية، زي ما حكينا إذا كان البسط في أصفار والمقام في أصفار، بنشطب نفس العدد. يعني هون في عندي صفر، بشطب فقط 0 و1 من فوق، بنشطب نفس العدد 0 و0، ما بصير أشطب 2 وأشطب تحت 1، خطأ. نشطب نفس العدد من الأصفار من فوق ومن تحت، فشطبنا هذا الصفر وهذا الصفر، ضل عندي 20 تقسيم 1. 20 تقسيم 1 تساوي 20. إذا هاي المسألة راح أوصلها مع 20. نيجي للمسألة الثالثة بنفس الطريقة، ننتبه في عندي هون صفر، بشطبه مع هذا الصفر، شو بضل عندي؟ 2 على 10. إحنا حكينا الكسر اللي مقامه 10 بقدر أكتب على صورة كسر 10، بنحط 0 فاصلة. الآن بما إنه المقام 10 والبسط مكون من منزل واحدة، بننزلها فبتصير 2 من 10. هذه هي المسألة 2 من 10. طبعا هاي هي نفسها، هاي هي 2 من 10، هذا الصفر ما له قيمة، فبصير 2 من 10. آخر مسألة، 2 على 100. إحنا حكينا إذا كان المقام 100 لازم البسط يكون فيه منزلتين، فمنحط هون 0. الآن منحط 0 فاصلة ومننزل البسط كما هو، فيصبح الناتج 2%. السؤال رقم 11، السؤال رقم 11، أعبر عن النقود في كل مما يأتي باستعمال الكسور العادية والكسور العشرية. رقم 11 في عندي 10 و5، عدد القروش 15، فبنحكي 15 على 100. بما أن المقام 100 مننزل 0 مكان العد الكلي، نضع الفاصلة العشرية، البسط مكون من منزلتين بنزله، فبصير 15%. رقم 12، نلاحظ عندي ديناران وربع، حكينا الربع هو عبارة عن 25 قرش، فبعبر عنها بهذا الشكل، ديناران وربع. لاحظ العدد الكلي هو عدد الدنانير، ما بصير يكون المقام 4، فبنضرب البسط والمقام في العدد 25 ويساوي 2. 1 في 25 25، 4 في 25 100،
ويصبح الناتج 2 صحيح فاصلة 25 من 100. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 13. السؤال رقم 13: إذا ادخر عبد الله في حصالته مبلغ 15 دينارا و75 قرشا، إذا عدد الدنانير 15، عدد القروش 75 قرشا. حكينا إذا تعاملنا مع القروش إجباري لازم يكون المقام 100. الآن بدي أعبر عنه بصورة عدد عشري، نكتب 15.75 بالمئة. السؤال رقم 14: أعبر عن الكسر 2593 على 100 باستخدام الكسور العشرية. إحنا حكينا يا خامس إذا كان المقام 100 إجباري لازم يكون البسط منزلتين، فمناخد 25 هدول الزيادة، إحنا مناخد أول منزلتين، فالخمسة وعشرين بنحكي لها تعالي أنت مكانك مش هون، منشيل 25 من هون ومنحطها في خانة العدد الصحيح، بضل عندي في البسط العدد 93 على 100، فبنكتب 25.93، فبصير 25.93%. يعطيكم العافية.